افتاح طيب قولوا لا اله الا الله. عبد الله عبد الله طر فيها على ما خلص. لا ما اطير، الشجره قاعده تسقط اوراقها. يو اميزنج. صدق الدم اللي نزل خفف دمك يعني صرت جدا جدا. سعد الشهري وين؟ خلنا نجيب اسبوع. والله ناقصك الحين اطلع ابتسم. الله شاطئ وكرسي ذاك اللي يسوي كذا وتكي نظاره شمسيه وعصير برتقال عليه نص برتقاله. عصير برتقال يا جعل يدينك ما تمسها النار. ولا يدينك يا حبيبي. عصير برتقال يا ربع احد خابر له حرف قاف نعطيه حماده. يا جماعه والله العظيم ما عمر دققت كل سالفه كل شيء. والله والله ما عمر دققت حرف القاف اللي عندكم. هلا صح فيك بعد انت. لا تلقى مجتمع كذا. برتقال برتغال غال برتغال برتغال ذهبت الى سلطانه وقال لي اريد برتقالته. انا الظاهر اذا جات في منتصف الكلمه او في اثناء الكلمه انطقها غين ما اسكر تسكير اسمه برتغال. لا رهيبه الشريهيم ما يقول قد قال يقول قد غال. طيب قلت واحده قاف واحده غال لانها بنص الكلمه. قد قال شفت قد قال. لا لا قد قال قد قال الحين القاف ننطقها في لهجتنا. خلصت السؤال يوم لا 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 اتكلم عن شيء مهم. عادي عادي القاف تنطق قاف في لهجتنا. قاف احنا نقول قل. اي قل قل نطق نطق يعني الحين هاي انا بدايه الجمله عادي. لا 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 حماده حرف الراء تنطق حرف الغاء ذا برتغال ذا تعتبر لدغه ولا ايش تعتبر؟ لا 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 حماده عندهم مثل المحبه ما يسمونها اللهجات. شوف انا بدايه الجمله عادي بس لهجتي بنص الجمله. لا اللهجات ما هي باللغه. ما ادري انا ما ودي اعطي معلومه خطا. ريح يا جاب عنها محتوى. اي ما ابي اقول معلومه غلط لكن ترى اللي ينطق حرف الراء غين ترى معروف عنهم بالادب. شلون راء غين؟ بهاج وسعدون راء غين؟ احنا لا لا ما تنطق الراء غين. نتكلم عليه ينطق الراء غين. كيف الراء؟ غاء ما تسمع بعض الناس يقول مشينا نلعب كوغا. في ناس كذا نعم. هذا خلقه. اي تعتبر لدغه. هذا دليل ادب كذا. والله دليل ادب على كيفك. اعرف لي واحد ينطقها الراء غين؟ فاصل. اللي لهجتها مغين ما في مشكله. انا اعرف واحد نفس الطريقه حتى ما قال غز لحم. غز لحم. والله العظيم. اي خلقه 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 العائله كلها. فرقوا بين خلقه وبين عاده مثلا او جرت العاده. لا ما هي بعاده هذه خلقه. عندنا كاف نقول تاء. اي ما اقول شكين ست كاف شاء في النسوه فقط. احنا نقول كذا الكاسه بدال شخبارك نقول شخبارس. بالنسوه اذا كنت تكلم مؤنس. لا احنا شلونش عساش طيبه. احنا النسوه لا احنا ما هب النسوه. عشاش عيالش ايه بيتش احنا ما هب النسوه. احنا حتى اقول لكم مثلا كيف الحال ما اقول كيف الحال. كيف الحال كيف الحال عادي احنا احنا ننطقها كاف. فهذه باللغه يعني انا اقدر. جا 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 جاكم والله جيت في وقت. يحيى عراب اللغه. يحيى نعم عدم حياك الله شباب شباب عد موضوعنا اللي ذكرت تكلمت فيه. انتم تدرون اني انا اللي اختار اللي يتكلم. دوروا تدرون انا اللي اختار. لا 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 اعترف. اجلس اجلس خلنا نختار اللي يتكلم. حماده بمنصبه. حماده اجلس. اعترف اللي يتكلم يا يحيى. انا اختار اللي يتكلم. كيف بكيفك؟ اجل انا اتكلم. لا ما خلاص خلاص ولد حماده يختار يتكلم. سلطان ترى ولا انت انا معترض عليه. خلاص مو في مناطق. تكلم سلطان يلا. والله تطول القياده. لا لا يحيى علمي انا ايش كنت تسولف؟ يحيى عندنا مشكله نتكلم الان الراغين في اللغات واللهجات. طيب انا مثلا حني المره قد الكشكشه. الكشكشه وذول الكسكسه. الكسكسه ايه. وفي ناس يقولون نتكلم بحرف الكاف اللجنة. القين القين كلنا نتكلم بحرف الكاف. القاف غين. القاف كل ما اقول شيء انطقها غين اذا كانت في منتصف الكلمه. ماشي يعني ما اوقف قاعدي ما احتاج ما اسكر حلقي امشيها غين. استاذن يا شباب. لا لا وقف وقف حماده طريقه سؤالك خاطئه. يا اخي قهوتك مره لا تسوي سيء للاسف في طريقه سؤالك. والله العظيم يا حدثنا عن اللهجات موضوعك اذا كان ابدا فيه. بيقول الحين بيقول موضوع اللهجات. سمعنا خلاص شباب عطوا صوت. انا اعطيتكم امثله بخصوص اللهجات عن الشيء اللي شفته في المنتجع فقط بعد. نسيت نقطة واحدة. نسيت البعض مثلا لما شفت واحد من الشباب لما أذن قال مثلا الله أكبر ما قال الله أكبر. أكبر أكبر كاف نطقها كاف هذه يسمونها الوكم.
الوكم 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 وش هي الوكم؟ مثلا الله اكبر الله اكبر مثلا هذه يسمون عند دقيقه شو يقول الله اكبر الله اكبر اكبر اخفف الكاف شوي اكبر ايوه البعض انتقها فاهمني هذه يسمى الوكم وين الصحيح طيب ما اعرف انا الصحه كتكلم ك كلها صح يا عيال انا ما انا الحين ما اني شوف انا الحين ما اني في موضوع مؤيد او معارض لا ما في ما في الا في موضوعنا بس الموضوع حروف اشهد ان لا اله الا الله في الادغام انك تدغمها لا لا بس الادغام ما يجبره لا انا انطق اشهد ان لا 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 لا, 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 لا النطق الا في الاذان لانها جاءت بعد النون اذا جاء بعدها لا احد حروف كلمه يرمل موضوع الراء دقيقه معلومه يا شباب معلومه ممكن نستفيد منها النون إذا جاءت بعدها أحد حروف كلمة يرملون الياء والراء والميم واللام والواو والنون الحبل اللي تحت اللسان تبلعها طيب هو وش يقول؟ هو وش يقول؟ يقول هذا إدغام الإدغام مو بإجباري لازم تقولها يعني أشهد أن لا إله إلا الله ما هي بخطأ أتحدك أي أحد يأذن ويقول أشهد أن لا يقول أشهد أن لا إله إلا الله حمادة حمادة هذا اللي ما يفهم حمادة الشيخ من اسم الشيخ الياسين تبغى تعال كلام أنا طيب كل أحد كبر مخك طيب اهدأ ارفع ارتفع المستوى العلمي لا بنزل لا لا ارتفع المستوى ارفع مستوى العلمي نزل الآن أشهد أن لا إله إلا الله إذا قراها الواحد كذا أشهد أن لا إله إلا الله يبطل ذلك يبطل اذا ما اذا انا اشوف النطق الصحيح اشهد ان لا اله يا اخي نطق القراءه اشهد ان لا اله الا الله اذا احنا في الادغام ليتحوس اذا في الادغام بين الكتابه بين فهموها يا عيال انزلوا يا عيال انزلوا المستوى هذه نفس لا الشمسيه ولا الخمريه حماده لا 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 تكتب ولا حماده الموضوع اتكلم فيه الشيخ متكلم فيه الشيخ قبل متكلم انتم مفهموا لان كل احد ياسين الشيخ اسمع انا ما قلت سيروا زيك ما قلت لا تقولون انا اتكلم عن سلطان يوم قال ترى ما يصلح تقول اشهد ان لا اله الا الله لا اقول اللي يصلح انك تقول اشهد ان لا اله الا الله لا ما قلت اللي يصلح الا قلت ما يصلح قال يصلح قال ما يصلح انك تقول اشهد ان لا اله الا الله طيب انا اقول يصلح بس الافضل اشهد ان لا اله الا الله انا بحسب علمي ان النطق الصحيح في الاذان اشهد ان لا اله الا الله الادغام لا تخلي خطا انت لا تقول لا ما قلت تقول خطأ. اشهد ان انت خطيت ذاك حطيت انه ما يصلح ليش لا ما يصلح انا اقول الصح لا لا قلت لا يجوز بعد لا لا شب شب انت شبت ما بارك لا ترى المعلومه دي تنقل قلت لا يجوز لا لا تنقل انا اسمع يا جماعه انا اطالب بانزال حماد البراير اسمع 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 يا عيال 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 احنا ننطق انه معلومه دينيه مع وادي طالب وادي حماد بوادي وحنا بوادي احنا نقول النطق غير والكتابه غير هذا هي بس حماد انا بوادي. اتكلم على تعليق يعني اخوي سلطان اتمنى جميع يفهمني دائما تحطوني خطا اخوي سلطان قال ما يصلح او قال لا يجوز اقول لك تقول كذا اقول الاصح انا ما قلت الاصح يا اخوي الا قلت الاصح اجل لي عارف لا يا ابوي تقعد تقول لا انت وين اللي كلمه غنى بس هم لا يطلع يا ترى يطق الراء والله العظيم وش لا ابو هادي الراشد يقولها لا قلت كلمه خلتني لا مش الصح دقيقه وش الصح قلت دقيقه قلت لا لا انت قلت لا لا يجوز او ما يصح طيب هو يصح بس لا قراءه التجربه كويس بدا يرجع معنا بالادغام بدينا هذا الادغام اقول لكم الادغام صحيح المقصود فيه بس ما تحرم ذا الحبل حق لسان قصير ما حد قال تحريم ما حد حرم والله العظيم ما حد انا اجلس مع ناس اجلس مع ناس مع حضور علوم اسمع اقل من مستوى يقول عندك دكتور هذا ما تعلم نظام الجلسه لازم ترفع صوتك عشان ما يجي عندك تجي هنا او ارجع واستاذن استاذن من اقول لك حتي استاذن لا 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 جاب جاب لو يحكم يتنفس طرش شيء ما تدريبه لا تحكي صح الحكم علمه بالله علمه حنا وش خاصه اذا ديني نعرف ان النطق غير والكتابه غير هذا اللي نعرفه طيب انا جيت لا يجوز اوكي طيب طيب قلت أشهد أن لا إله إلا الله لا تقول شيء لا تقول شيء طيب وجيت أنا لا وقف حماد وقف لو سمحت وقف لو سمحت وجيت أنا وقلت أشهد أن لا إله إلا الله وين الصح أنا ولا حمادة ها حمادة قال أشهد أن لا إله إلا الله قلت أنا أشهد أن لا إله إلا الله
سلطان وانا انت صح بس ما تنصر ممكن صح انا ما عندي حكم لكن الاصح سلطان يا سلام المفروض يقال انك الاصح كذا مو بتقول كذا ما يصلح مو على كيف قلنا صح يا ابني ما قلنا صح والله العظيم ما قلت قسما بالله ما قلت لا تحلف يا اخي انا عارف انا اذنت المغرب جاء الشيخ قال يا شباب اللي اذن قبل شوي غلط بالاذان ورجعت اذنت العشاء وطبقت صح اول ما كبرت قلت اشهد ان لا اله جاء كلمني بعد قال اذان عشاء قلت انا بعد حماده بدا يرجع معنا اسمع سلطان لا تتعصب لا تتعصب الرأي وانا المغرب اخطيت قال من اذن العشاء كان دور عند خالد الدوسري قلت انا باذن رحت بصحح له ويدري ان انا الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله صححت هو طالع قال ماني مصلي عندك بروح اصلي برا قال لك كذا صح كلمني برا يعني انت غلط سلطان صح يا اخي شب ليش تفتي يا جماعه فهموا ما يرضى اني انا ما جيت بالصح انا تكلمت على تعليق سلطان بان هذا الصح خلاص الادغام قلت لا يا خلاص خلاص مو بالصح الا صح لا صح ولا صح وعبد الله خلاص هو صح هذا لا تقول هذا الشيء الديني يا رجل شباب والله يا ريت عندنا اعاده انت تقول هذا ما صح ما تسكت لي كلهم ما تسكت والله لا سكت والله ما سكت والله لا سكت لانك انسان تتكلم ولا تعي ما تقول شيخ بنمشي قال شوف شوف شباب بقول لكم شيء واللي بحلي طليين وسماني سمع اولا شوف شوف اولا يقول لك واحد من العلماء مره سئل عن مساله فقالهم لا أعلم استغربوا الحضور قالوا لي كيف أنت يعني عالم وتقول أنك لا تعلم وتجاوب أنك ما تعرف قالوا كيف أستحي من شيء لم تستحي منه الملائكة قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا فكلمة ما أعرف كلمة لا أعلم ما هي علم يقال أنا يا شيخ لا لا والله العظيم ما قصدك لا لا يا شيخ والله ما قصد حد يا شيخ يحيى لكن أنا عارف 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 والله ما قصدك ولا أحب أفتي بس أنا تعليقي تعليقي على تعليق الأخ سلطان يوم يقول ما يصح بس بشكل عام أنا قلت فيه إدغام فيه بدون إدغام بدون إدغام ما يحرم الأذان وقو اسمع احنا ما قلنا حرام ولا قلنا حلال ما طرنا هو اللي طر هو اللي طر هو اللي طر هو اللي طر بس خلص المعامله احنا غلطانين صح لا اذن الفجر راح اذن بس لا بنسى ايش تقول راح اذن الفجر بس انا بادغم راح اذن الفجر راح انا بادغم انا وليه تبادها تقول لا ما ابغى انا ما بحكمك عليها فقط حكم ايش اتذكر حكمه والله انه في ذمتك خلها اقرا لا لا بقول شيء لا 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 بقول شيء سياف توكل على كل جيبك ارجع مكانك سياف ارجع مكانك لو سمحت ارجع لا توقف على راسي توقف ما تضربني شيت روح ترجع لو سمحت ارجع سيارة. لا توقف على راسي ارجع خلاص بنزل تحت ارجع لو سمحت ارجع ارجع سيارة. ارجع مكان لا توقف على راسي لا توقف يا ابوي لا توقف اجلس وتكلم معي اسمع هذا تهديد هذا يا عيال يا لا ارجع طيب نرجع طيب لا تجي توقف على راسي صدق يا سيد سيد سم صل على النبي هل انت ما تسمع حماس لا اسمع قول اجراكم على الفتوى اجراكم على النار الرجال هو يتكلم عن الاذان انت نطيت من الاذان قلت نطق احنا نتكلم في الاذان قال كيف تنطق في الاذان طيب طيب ارجوكم بوضح اخر مره ارجوك والله ما ارجوك ابي دقيقه ابي دقيقه لا لا ارجوك لا لا ارجوكم دقيقه طيب لا لا دقيقه خلاص ببين وجهه نظري ببين وجهه نظري ببين وجهه نظري بس بكر بعد قول لي انت بسكت انا بسكت بس ابي دقيقه السلام عليكم ورحمه الله وبركاته حياكم الله تكلمنا على اساس الاذان في اشهد ان لا اله الا الله ممتاز سلطان جاب كلمه هو عباره انه لا يجوز لا تقول جاب قال لا 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 قال يجوز لا قال اصح وصح ما قال ما يجوز قال في شيء صحيح قال صح وصح ما بحطه في ذمتك في ذمتك تسال منها تحط ما تدري تحط في ذمتك تحط في ذمتك والله والله العظيم ما تكلمت انا ما رديت ولا تكلمت الموضوع الا بعد حكمه عليها يعني قال لا يجوز تحطها في ذمتك اني قلت ما يجوز نعم ولا والله ما تكلم طيب اذا انا قلت ما يجوز انا ما افتي حلو أنا تكلمت يوم قالوا الأذان قلت عيال ترى الأذان الصحيح أنك تقول أشهد أن لا إله إلا الله أنباب النص أنا متأكد من معلومتي إذا تبي تعدل لي المعلومة تفضل المشكلة أنك تدري أنها الصح وتقول لا هذه وهذه صحيح كلها ليه تعاند في الدين ليه لا تبين أنت تقول أشهد أن اسمعوا يقول ليه تقول هذه وهذه صحيح نعم هذه وهذه صحيح جاكم شيخ الدين الادغام مو بجبار قدام شو تصبر الادغام مو بجبار المعلومه اللي عندي انها اشهد ان لا اله الا الله المد ما قلت ادغام المد اجباري بالقران اجباري اذا ما قاعد لا بس بس لا تمد خطا اي وفي سكته لازم اشهد ان لا دخل قويه يقول لا ارجع يا ابو
قال لي انت كلا لا لا ابو هير بينجر تبينجر ابو هير ابو هير ابو هير ابو هير لا حبيبي ابو هير ابو هير ابو هير افهمني قبل لا تحكم لازم تخطي افهمني قبل لا تحكم ما انت مالك الان انا رحت اذنت قلت اشهد ان لا اله الا الله يبطل اذاني لا ان شاء الله انا ما سمعت فتوى حتى انقل انت تفتي الان انا ما افتيت انا قلت الكلام الشيخ لي ولا مش طيب الشيخ اللي يقول انا ما افتي انا تكلمنا في الموضوع قال اشهدوا ان لا اله الا الله وقال اذا اشهدوا ان لا اله الا الله قال ذا الصحيح هذه وهذا قلت الصحيح اشهدوا ان لا اله الا الله قال له قلت ايش اقول الصحيح انك تقول اشهدوا ان لا اله الا الله قلت لا مو صحيحه ايش قلت انا ايش قلت خلاص انا اقول انها مو صحيحه اسف انا اعتذر اعتذر منك يقول يا سلطان انت تقول لا هو يقول هذا صح هذه صح لا 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 هذا جدال هذا جدال اترك اي يا حماد انا اترك بس اترك الجدال اترك يا رجال اعطوني طاوله سلطان 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 بعذر تبعذر اللي قلت انت صح واللي قال سلطان اصح انا قلت لا اصح تقى والله تقل عندنا تسمع يا عيال انتم ما تشوفون نقاشاتي انا وحماده بعد البيت ما تشوفونها انا كل يوم اتجادل مع الرجال ذا يمكن مده ساعتين يا جماعه الجدال يقول الرسول صلى الله عليه وسلم يقول او في معنى الحديث انا كفيل ببيت في ربض الجنه لمن ترك الجدال ولو كان صادقا او محقا الله او كان محقا بعد شنو بعد الميراء لمن ترك الميراء المراء قال في مره الحديث حديث ما قد سمعته تمام بديت ما بعد جاتكم بديت اتعلم بديت اتعلم خطوه خطوه كويس قال وانا زعيم بيت في وسط الجنه ما ادري لمن في ما معنى الحديث صحيح قول في ما معنى الحديث ثم قال في معنى الحديث ثم قال وانا في زعيم بيت في الجنه لمن حسن خلقه والله العظيم انك المفروض تعطي فرصه للشباب تعلمهم والله ما اعطونا مجال عندك قسما بالله تحكينا اكيد اكيد الكلام بيكون باذني وانتم عارفين عندكم عندي كلكم انا استاذ اللي يبي يتكلم يرفع ايده سهله سعد الشهري اليوم مبروك نجم اسبوع مبروك تعال وجه كلمه ونصيحه تعال خليه يجي يكلم الشباب